تشاو كده. الشتا صبات في كازا من نهار اثنين بعدا. نهار ثلاث انا كنت فايق بكري، الشتا خيط من السما من اللي بدا النهار. بمعنى انا اللي ما منخرط ما مسير ما والو ما مدرب، بعيد على التيران كنشجع الرجاء غير من اتساع. انا بان لي بانه التيران غيكون عامر ضايات. اذا كنت كنتسنى في كل مره كندخل باش نقلب واش المسؤولين ديال الرجاء واش داروا شي رساله لاكاس مستعجله. وهنا غادي نفتحوا هذا القوس باش نحيي السي محمد امين حامد ديال تاكتيك. راه كان كيهضر مع الناطق الرسمي ياك. اشنو قال لي في واحد السؤال عجبني فيه. قال لي انتوما دابا صحيح انكم هضرتوا وقلتي هضرتوا مع المندوب ديال المقابله وهضرتوا مع الحكم، الحكم قال لكم تلعبوا هادي، ولكن انتوما واش ما فكرتوش انكم بحال اللي وقع لكم في الماتش ديال الزمالك، كان مشكل اللعابه مصابين بكوفيد، وانكم راسلتوا كتابيا لاكاف وراسلتوا سميتوا مندوب المقابله وهادي والحكم، وقلتوا بانه راه يستحيل علينا اننا نلعبوا هذه المقابله، وراسلتوا عن طريق الجامعه ودرتوا اجراءات كتابيه باش، لانه سي جامي يقدروا هذوك لاكاف راه يقدروا يغمقوا عليكم ولا هادي كذا. دونك واش ما فكرتوش ديروا نفس الشيء تكتبوا هذا السؤال؟ شكون دافي؟ ما دافي حتى واحد. جاوب عليه الناطق الرسمي الا، لانه ما عندوش الجواب، فاقد الشيء لا يعطيه. لانه الجواب الحقيقي شنو هو؟ هو ما بغيناش نكتبو. علاش؟ لان احنا الا كتبنا غادي نتفرشو، دونك خصنا نقولوا راه حنا كتبنا، نقولوا احنا هضرنا شفويا، والهضره الشفويه راه ما كتخلي تخاص. سو كيفي الجماهير كلها غنتريطيوها ونقول لها احنا هضرنا وقلنا الماتش يتاجل. بالله عليكم واش الناطق الرسمي اللي كيضحك على عباد الله وكيصحوش الناس باقيين اغبياء، باقي نفس الطريقه كيديرها؟ راه حنا كتبنا، راه حنا درنا، حنا هادي، حنا بعد المقابله درنا. هو داك البلاغ الضحك دابا نقراوه دابا ونضحكوا عليه شي شويه ونصوم. قال لك واش نتوما كتصوروا المكتب اللي هو اتصل بالمندوب وكتب وهضر معاه وقال لي ها ودي راه حنا كنديروا سميتو ما يمكنش نلعبوا في هاد الظروف وهادي وكذا الى اخره. واش غادي صعب على هذا المكتب انه يعطي جوج كلمات للسلامي ويقول الله يرحم باك، غادي توصي متولي بمجرد ما يدخل الملعب وقبل انطلاق المقابله يمشي عند مندوب المقابله ويسجل اعتراض على قضيه الملعب انه غير صالح؟ واش تغلبوا ما يديروها؟ لا. واش ما غيعرفوهاش؟ لا، غادي يعرفوها. علاش؟ لانه الا جمعتي دوك الحكام اللي عند الرجاء، جمعتي المده اللي دوزوا كرؤساء ديال الرجاء، على الاقل تخرج في واحد 70 عام ديال الزمن، ما بين 60 عام و 70 عام ديال التسيير عندهم هذوك اللي جمعتيهم. دوك ما تفوتهمش بحال هادي. هادي الاولى. الحاجه الثانيه اللي بطبيعه الحال غادي يقولوها للسلامي، والسلامي غادي يقولها للمتولي، هي ما بين الشوطين. وماشي كافي غير غادي يقولها لي ويكتبها، غادي يعطيه رساله مكتوبه ويعطيها لي يسلمها لي تحت عيون واحد من الشهود. واحد من الشهود غادي يعطيها للحكم تحت انظار مندوب المقابله. رساله فيها احتجاج، وصعيب عليهم يكتبوها، اننا نحتج على الارضيه ونعترض على اجراء المقابله. وصعيب يديروها. هذه وحده. الحاجه الثانيه، ديما ملي كندير واحد العمل قانوني بالوريقات مزيان نعاونو شويه بالصوره، لان الصوره كتلعب دور كبير بالاخص الصوره تاع الفيديو. فالكاميرا شاده مع بدايه الشوط الثاني، لا قبل المقابله ولا في بدايه الشوط الثاني، الصوره كتكون شاده في العامدين دائما. واش متولي، وهذه ماشي صعيبه، يدور مع المخرج ديال الرياضيه يتبع متولي اونتخ في الدوزيام ميطون، لا تبدا الدوزيام ميطون، غادي يصوروا انه غادي ديريكتومون شاد ورقه وعاطيها لمندوب المقابله وعاطي ورقه للحكم، وانه كيطلب منه شوف الحاله ما يمكنش نلعبوا هكا، شوف هات، ويهز البالون يقول لي ها انت يلوحوا هكا، شوف ها انت، شوف واش هذه ارضيه، ويتصور داك الشيء باش يتوثق. والصعيب هذا الشيء دار ما دارش. ايوا على من بغا يضحكوا؟ على من بغا يضحكوا؟ تقولوا لنا حنا درنا وكتبنا، اجي نقراوا البلاغ لعلمكم. الفريق ملي لعب الماتش
مع تونغيت السي الطنطاوي الله يشافيه مسكين فيه كورونا. اخباكم بان اللائحه الافريقيه فيها كاتب اداري واحد اللي هو الطنطاوي، ما كاينش نائب ديالو، بمعنى الطنطاوي ما حاضرش ما كاينش كاتب اداري. هذا هو فريق اللي كيسيروا معسكر العلم، معسكر العلم. ولا داك اللي قال معسكر العلم راه خارج كيدقدق عاوتاني، راه خارج غير كيودي لا ما كناش على هذه القضيه ديال التعرض، كان خص التعرض يدير. وكيقول الحمد لله انه تراجع وكنشكرو على هذه القضيه، لانه هو راه كي بعض المرات وكيعاود يرجع، ما كاين مشكل، الناس راه عرفوه وعرفني من كنهضر. دابا غنجي للبلاغ وبسرعه نقرا قبل ما نفتح سميتو الاخوان.